تأثيرات المنخفض الجوي تتراجع تدريجيا، لكن موجة صقيع واسعة متوقعة صباح السبت. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. تأثرت المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، وهي الدرجة الاعتيادية. عمل على هطول كميات جيدة من الأمطار، تركزت في المنطقة الشمالية والوسطى. أيضا ترافقت هذه الهطولات بهطول زخات من البرد، وأيضا بعض الزخات الثلجية فوق القمم الجبلية العالية. لكن الشيء المميز كان الرياح القوية والهبات القوية التي لامست 100 كيلومتر في الساعة، خاصة في المرتفعات الجنوبية. تأثيرات هذا المنخفض الجوي يتوقع أن تتراجع تدريجيا مع ساعات مساء اليوم الجمعة، وأيضا خلال ساعات ليل الجمعة على السبت، لتتراجع تأثيراته كما ذكرنا، وتتراجع معه فرص هطول زخات الأمطار. لكن درجات الحرارة تستمر منخفضة بشكل حاد وكبير، ويتشكل الصقيع في مناطق واسعة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم السبت. لكن يوم السبت يتوقع أن تتأثر المملكة هذه المرة بتيارات غربية رطبة استعمل على تجدد انتشار للغيوم المنخفضة، تشكل الضباب، وأيضا هطول بعض زخات الأمطار على فترات خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة. لكن تستمر درجة الحرارة المنخفضة مع استمرار تأثر المنطقة بهذه الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح تمركز المنخفض الجوي خلال ساعات الصباح فوق جزيرة قبرص، تحرك سريعا باتجاه السواحل السورية، دفع معه هذه الكميات الكبيرة من الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط، تحملت بكميات كبيرة من الرطوبة قبل أن تندفع نحو المملكة، وهطلت زخات من الأمطار. تأثيرات هذه الغيوم كان بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية والوسطى. لكن سريعا سيتحرك مركز هذا المنخفض الجوي خلال ساعات مساء اليوم الجمعة باتجاه شمال الأراضي السورية، وبالتالي تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي. لكن خلف هذا المنخفض الجوي تبدأ تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة تبدأ تأثيراتها اعتبارا من نهار يوم غد السبت، وبالتالي تتجدد فرص هطول زخات الأمطار والضباب خلال نهار يوم السبت. نستعرض الآن وياكم تفاصيل أكثر حول زخات الأمطار وهطولها ومناطق تأثيرها اعتبارا من نهار اليوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت. يوم الجمعة تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي الذي يتمركز إلى الشمال الغربي من سوريا، لكن خلال ساعات مساء يوم الجمعة يتحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه شمال شرق سوريا، تتراجع على أثره الهطولات المطرية تدريجيا، لكن تبقى الفرصة واردة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة، ربما تلامس أو تصل أجزاء من المنطقة الجنوبية. خلال ساعات ليل الجمعة على السبت تستمر فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى، يميل الطقس للاستقرار والصفاء في المنطقة الشرقية والجنوبية، وبالتالي يتشكل هنا الصقيع مع الانخفاض الكبير على درجات الحرارة. يوم السبت مع ابتعاد المنخفض الجوي تتأثر المملكة بالتيارات الغربية الرطبة حاملة مع كميات إضافية من الغيوم المنخفضة والماطرة، خاصة من نحو المنطقة الشمالية والوسطى والأجزاء الشمالية من المنطقة الجنوبية. تستمر تأثيرات هذه التيارات الغربية خلال ساعات نهار يوم السبت، لكن تتراجع تأثيراتها مع ساعات ليل السبت على الأحد. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تكون الأجواء باردة، تستمر فرص هطول زخات الأمطار، درجة الحرارة المقاسة تكون درجتين مئويتين فقط، وبالتالي تكون هناك الفرصة واردة لهطول بعض الزخات الثلجية فوق الأحياء العالية من العاصمة عمان. المحسوسة تكون درجة مئوية واحدة تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة والرياح تستمر غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم السبت تتأثر بالتيارات الغربية الرطبة، تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار، 6 درجات مئوية كحرارة عظمى من الصغرى، درجة مئوية واحدة فقط. يوم الأحد يميل الطقس لاستقرار أكثر، طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار 8 درجات مئوية، تنخفض ساعات الليل تسجل درجتين مئويتين فقط مع انتشار كميات من الغيوم التي ستعمل على هطول بعض الزخات من الأمطار. قد تكون هذه الزخات عبارة عن أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية. يوم الاثنين تكون الأجواء غير مستقرة نوعا ما، تستمر
فرص هطول زخات الأمطار على فترات خلال ساعات النهار، 7 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى درجة مئوية واحدة، مع استمرار فرص هطول زخات من الثلوج أو الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية ليوم السبت. نبدأها من المنطقة الشمالية، تيارات غربية رطبة، زخات من الأمطار متوقعة، المفرق 8 إلى 2، إربد 9 إلى 4، جرش 9 إلى 3، وعجلون 9 إلى 4 درجات مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة عمان، زخات من الأمطار 6 إلى درجة مئوية واحدة فقط، الزرقاء 9 إلى 3، البلقاء 7 إلى 2، مأدبة 8 إلى 2، والبحر الميت 17 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بالتيارات الغربية الرطبة، خاصة القسم الشمالي منها، تكون هذه الهطولات عبارة عن بعض الزخات الثلجية فوق القمم الجبلية العالية، الكرك 7 إلى 2، الطفيلة 6 إلى 1، الشوبك 5 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، معان 9 إلى 1، والعقبة طقس غائم جزئيا مع 18 إلى 11 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات جوية للمنطقة الشرقية، الأزرق طقس غائم 11 إلى 3، نفس الأجواء في الصفاوي مع 9 إلى 2، ورويشد 11 إلى درجة مئوية واحدة فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.